37 شخصا في العالم العربي يمتلكون ثروة تعادل ما يمتلكه نصف الفقراء العرب، بمعنى أن في عالمنا العربي ثروة لملياردير عربي تعادل ما يمتلكه 2.5 مليون فقير عربي. وفي هذا الفيديو سنخبرك عن قصة الفقر في البلاد العربية. فيما ينسب للإمام علي كرم الله وجهه مقولته الشهيرة: لو كان الفقر رجلا لقتلته، إلا أن الفقر ليس رجلا، لكن الفقير رجل وامرأة وطفل وعجوز، وعددهم بات بالملايين، ولا أحد يبحث عن الفقر ليقتله، بل عن الفقير ليزيد فقره أو ليتم قتله. وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، فإن رقعة الفقر اتسعت في العالم وفي العالم العربي بفعل جائحة كورونا العالمية، وكأن فقراء العرب كان ينقصهم الوباء حتى تتفاقم معاناتهم وتزيد أعدادهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن البنك الدولي وتوقعاته لأعداد ونسب الفقراء في العالم العربي للعام 2020، فإن قرابة ثلث سكان العرب يرضخون تحت خط الفقر بعد تجاوز 102 مليون عربي، فيما يعاني نصف هذا العدد تقريبا من سوء التغذية. ويتوزع هؤلاء الفقراء في الدول كالتالي: السعودية، وتبلغ نسبة الفقر فيها قرابة 12% من مجموع سكانها البالغ 35 مليون تقريبا. تونس، ونسبة الفقر فيها 15% من مجموع سكان يقترب من 12 مليونا. لبنان 30%، والنسبة مرشحة للتفاقم من بين مجموع سكان يقترب من 7 ملايين. موريتانيا 30% هي نسبة الفقر من بين مجموع سكان يزيد عن 4.5 مليون. فلسطين 30% نسبة الفقر من عدد سكان يناهز حاجز 5 ملايين، وغالبية هؤلاء الفقراء هم من سكان قطاع غزة. مصر 32.5% هي نسبة الفقراء، في حين يتجاوز عدد السكان حاجز 100 مليون. الجزائر 38% نسبة الفقراء من بين قرابة 44 مليون هم عدد سكان البلاد. العراق 41% نسبة الفقراء من بين ما يزيد عن 40 مليون عراقي هم عدد سكان البلاد. المغرب 45% نسبة الفقراء، في حين يقترب عدد السكان من 37 مليون نسمة. ليبيا 45% من السكان البالغ عددهم تقريبا 7 ملايين هم من الفقراء. الأردن 56% من السكان البالغ عددهم 10.25 مليون نسمة. نسبة كبيرة من الفقراء هم من اللاجئين المقيمين على أرض الأردن. سوريا 80% من شعبها البالغ تعداده 21.5 مليون هم من الفقراء، سواء في الداخل أو في أراضي المهجر. السودان 82% من شعبه البالغ تعداده 44 مليون تقريبا هم من الفقراء. اليمن 85% هي نسبة الفقراء من ما مجموعه 30 مليون يمني تقريبا. وتعد هذه الأرقام مؤشرا خطيرا على تفاقم أعداد الفقراء في الدول العربية. أما عن الدول التي لم تذكر في القائمة كالإمارات وقطر والكويت، هي دول ليس فيها فقراء من سكان البلد الأصليين نظرا لكثرة الموارد وقلة عدد السكان، في حين جاءت العراق وليبيا كمفاجأة في القائمة على الرغم من كونها بلاد نفطية. لكن الأزمات السياسية التي تعيشها هذه البلاد ساهمت في توسع رقعة الفقر فيها. وأما عن دول كسوريا واليمن، والتي الغالبية العظمى من سكانها ترضخ للفقر، فذلك بسبب الحروب والانقسامات التي تعيشها. وعن دول القارة الإفريقية، فدولة كتونس مرشحة للزيادة، وذلك بفعل الأزمات السياسية التي تعيشها تونس، في حين من المتوقع أن تنخفض النسبة قليلا في كل من مصر والسودان.
وبخلاف الأزمات السياسية والحروب الأهلية والتناحر على السلطة، فأسباب الفقر في البلاد العربية متنوعة وعديدة، يتربع على عرشها الفساد المستشري وسوء الإدارة ورداءة التعليم التي حرمت البلاد العربية من مخرجات البحث العلمي والاختراعات، وبالتالي التصنيع والاستفادة من الموارد وتطويرها. وقائمة الأسباب قد تطول أكثر إذا ما تحدثنا عن غياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات وعمليات النهب والهدر. والهدر هذا تحديداً هو ما يضاعف المأساة العربية، فبحسب الإسكوا أو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا، فإن الدول العربية تهدر سنوياً أو تخسر ما قيمته 60 مليار دولار من الأغذية التي بغالبها تزيد عن حاجة الأثرياء، أو يتم توزيعها بشكل غير عادل، أو لا تستطيع الحكومة العربية تخريجها، بمعنى عدم الاستفادة من الأراضي الزراعية. وهذا الرقم كفيل بإطعام نصف فقراء العرب، في حين أن هدراً من نوع آخر يتم عبر تركيز الثروات بيد فئة قليلة من السكان. وبحسب الإسكوا نفسها، فإن 37 ملياردياً عربياً يمتلكون ما يمتلكه قرابة نصف فقراء العرب، وأن 10% من أثرياء العرب يمتلكون ما يمتلكه 75% من عدد سكان البلاد العربية. وهدر آخر تعاني منه البلاد العربية هي ثروات الدول الغنية التي تذهب للتسليح أو الترفيه أو لتنفيذ الأجندة. فتكلفة استضافة كأس العالم على سبيل المثال، والتي كلفت قطر قرابة 200 مليار، هي كفيلة بإعادة أعمار دول كسوريا وغزة معا. أما عن الفساد والديكتاتورية وسوء الإدارة فحدث ولا حرج بأضرار هذه الآفات على اقتصاد الدول وقوت الشعوب، وهو ما جعل البلاد العربية تتذيل قوائم الدول حول العالم من حيث انتشار الفقر والجوع وغياب أي أمل في محاربة هذه الظواهر التي خلفت وتخلف مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية. فالفقر كما يقال أصل الشرور، فهو ما يخلف التطرف والإرهاب، وهو أيضا سبب لانتشار الجريمة والعزوف عن الزواج، وبالتالي انتشار الرذيلة، وسبب لتراجع التعليم وتفاقم الجهل والأمية، وهو أيضا العائق الأكبر أمام أي نهضة عربية محلية كانت أو جماعية، ما يعطي تفوقا لباقي العالم وأفضلية على أبناء العرب.